اهلا اهلا طلاب الصف الاول الاعدادي. طبعا انا عارفه ان انتوا دلوقتي محتارين هنختار فرنسي ولا هنختار الماني، وكل واحد فيكم عمال يفكر. اولا انا عايزه اقول لك ان القرار ده قرارك انت، انت اللي هتقدر تحدده. الحاجه اللي انت بتحبها ماشي، الحاجه اللي انت ارتحت لها، الماده مهم جدا ان انت تكون بتحبها عشان تقدر تمشي فيها، وان شاء الله ربنا يوفقك سواء دخلت الماني او دخلت فرنساوي. بس انا جايه النهارده اقول لك ان احنا اصلا بنتكلم فرنسي في حياتنا عموما. تعالى كده هوريك شويه حاجات احنا اصلا بنتكلمها فرنساوي، وتابعوا معايا ان شاء الله على القناه مع لابروفيسور ريهام عادل. ماشي، هنتعلم كل الحاجات، هناخد الفوليتيك اللي هي ازاي ننطق الفرنسي، هناخد المنهج بتاعنا، وان شاء الله كله هيكون على القناة. ماشي، تعالى اوريك. احنا عندنا الفيتمون الملابس، بص كده زي ما بنقول في العربي، جيب، بلوز اللي هي البلوزة، بنطلون، كرافات، بس بندلع الكلمة شوية، بيجاما، بلوفر، كاسكيت، بوني او تيشيرت، صندل. تعالى كمان نشوف المويان دو ترانسبور زي الانجليش كده، هتلاقي شويه منه انجليش وشويه منه عربي، تاكسي، بيسكليت، مترو، موتوسيكل، ياشت. تعالى نشوف كمان بروفيسيون، وظايف زي ايه، زي دكتور، كوافير اللي هو الكوافير، جارسون اللي هو الجارسون، زي عندي مانيكان اللي هو عارض الازياء، ماشي، سكرتير اللي هي السكرتيره. في حاجات كتير قوي، زي ايه كمان، البلاس اللي هي الاماكن او الليو، زي كلمه بوتيك زي ما كنا بنقول على المحل، بيكون في حاجات كتير قوي كده بنقول عليه بوتيك، يعني بنشتري تلاقي فيه اكسسوار وبارفانات وحاجات كتير قوي. حتى كلمه بارفان دي كلمه فرنساوي. بيسين، عندنا بانك، عندنا ستاد، عندنا ايه كمان، عندنا سينما، جراج، كافي، سيرك اللي هو السيرك طبعا، عندنا اوتيل، بوست، عندنا ايه كمان، عندنا كمان حاجات بقى بناكلها زي البسكوي، بيتزا، شوكولا، جاتو، اهو كل ده بنقوله بالعربي اصلا، كافي، تومات، بونبون، باتون سالي، عندنا كمان كيك، ساندويتش، عندنا حاجات كتير غير دول كمان. عندنا الحاجات بقى اللي هي فيها ديكوراسيون اللي هي الديكوريشن او الامبل بتاعتنا، عندنا ايه كمان، عندنا كلمه كنبي، الكنبه اللي احنا كنا بنقعد عليها، دوش، الدوش اللي احنا بنستخدمه، تواليت، اباجور اللي هي الاباجوره، سال اللي هي الصاله، فوتي اللي هو الكرسي، عندنا تابلو، لوحه، ده التابلو ده شكله حلو قوي، فاز اللي هي الفازه، بلكون البلكونه، موكيت، عارفين الموكيت اللي بيكون في الارض. عندنا ايه كمان، السبور بقى شبه الانجليش قوي كمان، تنس، بينج بونج، تلفزيون، سوري، تنس وبينج بونج، كاراتيه، جودو، عندنا اليوغا. طب عندنا كمان ايه، وسائل الاتصال هي الكوميونيكاسيون، ماشي، عندنا زي تلفزيون، راديو، موبايل، ماشي، جورنال، تليفون، عندنا حاجات كمان كتير. بص كمان، بص واتفرج، عندنا كلمه بارفان، جيتار، سيشوار، لامب، كاميرا، كازارول، عندنا كمان موتور، ليست اللي هي الليسته بتاعت الاكل او اي ليست، حتى لو قائمه اسماء بنقول عليها ليست، عندنا بيانو، اجندا، اكسليفون، فيتامين، البوم، باسبور، سي دي، دوسيي اللي بنقول عليه دوسيي، شيك اللي هو الشيك، ماشي، كيلو، متر، وعندنا كمان كلمه جرام، عندنا كلمات كتير فوق ما تتخيل. انت كده ادخل اعمل سيرش، قول كلمات بنقولها باللغة الفرنسية، ماشي، أصلها فرنسي وإحنا بنقولها باللغة المصرية مش العربية، المصرية، هتلاقي كمية كلمات إحنا أصلا كل يوم بنقولها في حياتنا. فإذا إحنا أصلا بنتكلم إيه؟ بنتكلم فرنسي. طيب تعالى بقى كده نتعرف على الحروف بتاعتنا أو الألفابي. طيب تعالى نشوفها كده، اسمع اسمع، أي حروف عندنا او معظم الحروف عندنا اللي بتكون مكسوره في الانجليش في الفرنسي بتكون مفتوحه. يعني بص كده انا هقول هنا ايه، ا ا ب ب س س د د ا، يعني دي نطقها مختلف شويه بس احنا لو قلناها صح هتبقى مظبوطه، ا
اف اف جي جي اش اش اي اي جي جي كا كا ال ال تعالى بقى بص ام ان او بي بي ك ك ار ار اس اس تي تي U U V V W X Y Y ال Y دي صعبة أو دي لا خالص اعتبرها كده على وزن ايه رجلك Y ماشي Z Z طيب هل الحروف صعبة؟ لا خالص اطلاقا هتلاقي اصلا شبه الحروف بتاعة الانجليش بس مثلا انا هنا في الانجليش بقول A في الفرنسي بقول A في الانجليش بقول بي في الفرنسي بقول بي يعني مثلا حرف الايه حرف التي في الانجليش بقوله تي في الفرنسي بقول تي يعني بلاش حد يقولك صعبه جدا ده مش هتعرف تقرا ده احنا نقول كلام غلط خالص خالص حتى الحروف الفوايل تعالى اوريك كده الحروف الفوايل الحروف الفوايل اللي عندنا في الفرنسي زي الانجليش بالظبط اللي هم مين بص بقى كده معايا وركز اللي هم مين بص كده ال او وال او وال ا الف سلامة اي و اي و اي جريك و اش هم دول الحروف نفس حروف الفويل بتاعت الانجليش لكن احنا بيزيد عندنا الاي جريك والاش والاش دايما لازم تكون ميه ميه يعني ميوت صامتة ساكتة كده وهنتعرف عليها ازاي طيب قال لك تعالى يا ابني ده الفرنساوي ده فيه حاجات كده شرط كده وبنقعد نحط